منكم يا صبايا؟ منكم يا بنات؟ الله يخليك يا ابي، الله يخليك يا ابي. نورت البيت كبرني. الله يرضى عليك. طمني يا ابي، ان شاء الله مالك تعبان، رجليك ما عم يجاوبك على الصيام. ما في شيء. المهم ان شاء الله هيك اشوفكم العرايس وافرح بيكم. انا مستحيل هذا الكلام. والله انت يا ابي وانا كمان ما بدك. ايه يا صبايا؟ بكره العزيمه عندي، شو محضرين على الفطار؟ ولو يا بي كل شيء رح يكون مثل ما بدك، رح ساوي لك كبه مقليه وكبه مشويه. حلو. وشيش برك ورز مفلفل ومحاشي بانواعه وشوربات وسلطات من اللي بيحبهم قلبك. الله يسلم لي ايديكم يا رب. اصلا امك الله يرحمها عرفت اني تتركني وعرفت انه انتم رح تبيضوا وشي، شديك راحت ولي مرتاحه. ايه الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه. ايه بس كمان يا بي انت تربايتك مالها قليله. ايه طبعا. خلينا اياك يا بي. الله يرضى عليك يا حبيبي، الله يرضى عليكم كلياتكم، ربي يمد بعملي وشوفكم عرسان يا رب. ابي قلت لك انا لزعانه فيكم مالي متحركه، مو هيك يا بنات؟ بدكم تتجوزوا تجوزوا. يلا يا بنات على المطبخ، دوبنا نلحق للعزيمه. يلا امشي. خذوا خذوا. وانت كمان قومي معنا. عزيزك يا ابي. الله يرضى عليك. ان شاء الله بيحبني ربك. الله يرضى عليك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. كل رجال الحاره عم يحكوا بالافطار اللي عملته امبارح، قال شو شي ناهي، بس يعني عادي اللي عنده ثلاث بنات بيعمل هيك سفره. بس يا ابو لطفي الشغله شغله ذوق ونفس، ومو كل الصبايا بيقدروا يعملوا مثل اللي عملوا بناتي. والله شي غريب، يعني كيف انت مقتنع ورضيان انه ما يكون عندك صبي يحمل اسمك وترفع راسك فيه بين الناس؟ ما بعرف، لك في واحد بيكره انه يكون عنده صبي يحمل اسمه ويشيله بكبرته، وخاصه اذا عنده ثلاث بنات. والله يا ابو لطفي هذا الشيء بيحدده رب العالمين. الله بعد اسمه ما طعمني صبي، اللهم الاعتراض، بس الله طعمني بنات بيرفعوا الراس بين الناس. الخلفه من رب العالمين، وانا رضيان باللي قسمني يا الله. حلو، رضيان انه يكون عندك ثلاث بنات ولسه ولا وحده منهم اتجوزت. على مين الحكي يا ابو حسيبه؟ لك الله يحمل معك عمي، الله يحمل معك. بعدين مثل ما بيقول المثل، هم البنات للممات. ابو لطفي هي السله تبعك معبهي، هلا دنيا صيام ما بدي افطر عليك. خذ سلتك وروح لعند صبيانك الله يهني فيهم. سيك عمي، وهي حال الاغراض. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا شيخي أنا اللي معكرني وزعلني نظرة الناس لخلفة البنات. كل الناس أنا بتعاملني بشفقة بس لأنه عندي بنات، مو قدرانين يستوعبوا إنه أنا أكثر شيء بهالدنيا مريحني هن بناتي. أساسا هن سبب سعادتي، ورجال الحارة مصرين يحسسوني إنه عندي عاهة أو علة بالبيت اسمها بنات. لا تعتب على حدا، أساسا الرجال ما بيهمهم من الخلفة إلا الصبيان، ومتى ما اجتهم بنت بيتعوزوا من الشيطان، ما بيعرفوا انه البنت هي اللي بتشيل اهلها. والصبي على طول بيكسر خاطر اهله، ومع هيك بفضلوا الصبي على البنت. وبالقران الكريم قال تعالى: والمؤمنين والمؤمنات، يعني الذكر مثل الانثى بالايمان. ومع هيك ما حدا عم يفهم. ايه الله لا يحرمني يا ابو حسيبي، دواك لا بالاعشاب ولا بالخلطات، دواك بالزواز. اسمع مني، وتزوج لك وحده صغيره بترجع لك شبابها وبترجع لقوه وبتقيم كتف عن هالبنات. ومين قال لك انه البنات هم؟ الله وكيلك وقت برجع على البيت وبيقابلوني بناتي بهاللافه هي وبيستقبلوني فيها، بحس حالي مالك الدنيا كلياتها. ابو فوزي البنات نعمه من رب العالمين ولازم نشكروا عليها. قلت لي نعمه يا ابو حسيبي؟ منين هاي النعمة؟ لك ما بشوف غير راسك عم يجعك. أخي أمي من الزواج، هلا أنت لو عندك صبي شو في أحلى من هيك؟ كامش لك هالدكان وأنت قاعد بالبيت وكل طلباتك أوامر.
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي أنا ما عاد بدي خلطة ولا بدي دواء من تحت إيدك. ايوه شبو، على كل كانت النصيحة بجمال. ولا بطيخ مبسمك. انا منيح. شلون منيح يا ابي؟ ليك وشك شلون اصفر؟ ابي اللي فيك شيء. ابي ما بيصير هيك، لازم حدا يشوفك ضروري. قومي شكري يا روحي راجعي على العطار. لا تروحي على محل، لا تروحي على محل. لك يا ابي والله ما بيصير، بدنا نطمن عليك. خلص خلص انا منيح. انا هلا راح افوت على غرفتي ارتاح شوي. رح اسوي لك شيء تشربه يا ابي. انتظرني تعال تعال على محلك. بعدي بعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي حمى ان شاء الله يا ابي. ان شاء الله يا عمي. ابي فوزي قل لي شو بقى ابي، لا تخبي عني شيء مشان الله. لك ما بعرف شو بدي لكم، ابوكم كثير تعبان وبصراحه بدكم تسيطروا عليه شوي، يعني لا يفوت ولا يطلع كثير، وانا كل ما صح لي بيجي بشق علي. رح نعمل مثل ما قلت لنا بالضبط لحتى يرجع ابونا سالم. رح نتناوب عليه كلياتنا، ما لازم نتركه لحاله ولا دقيقه يا بنات. هو رح نجيب له كل شيء بده اياه على الثانيه وعلى الدقيقه. اوعكم تغفل عينكم عنه. قولي علي عليك يا ابي. ولا عرفت ليش ابوكم بيقول البنات نامي. يلا برجع لكم. يا رب تعافي يا رب. يا رب ما قلنا غيره يا رب، ما قلنا غيره. اسمعوا يا بنات، أبوكم تعبان ودكانة الخضرة مسكرة وما فينا نفتحها لأنه نحن بنات، بس لو كان عنا أخ صبي ما كان فرق الوضع بشي، ولازم نفكر بطريقة لحتى نجيب مصاري، لأنه إذا ما اشتغلنا رح نصفى على الحديدة وما رح يصفى معنا حق دوا لأبوكم. إيه صحيح، نحن ما لازم نضل قاعدين هيك وحاطين إيدينا على خدنا وعم نلطو، لازم نفكر بشي طريقة بشي حل. اشتغل بالخياطة. انتي وشكرية شاطرين كتير بكار الخياطة، وماكينة امي الله يرحمها لساتها موجودة. اي والله فكرة، وبس ابونا يقوم بالسلامة بيرجع بلاقي كل شيء مثل الاول واحسن. يعليك يا عفاف على هالفكرة. خطرت لي فكرة كمان احلى، انتو التنتين بتشتغلوا بالخضرة، منجيب خضرة من عند الفلاحين ومنساويها بالبيت، منقبع بامية، منحفر كوسة، منساوي يبرق ومنبيعها للجيران، وانا بشتغل بالخياطة لانه ما بدنا ابونا ينقص عليه شيء. فهمتوا علي؟ اي صح، وما لازم نهمله ولا لحظة. ها مع كل هالشغل يلي علينا ما لازم نتركه ولا دقيقة لحاله. ما عليك يا ابي. الله يشفيك يا ابي. صراحة يا ابو حسيبي بناتك عطوني درس بحياتي ما رح انسى، الخوف والحب يلي شفته على وجوه ما شفته على حدا، والصبر والعزيمة وحمل المسؤولية شغلة كبيرة عنده. أول مرة بغير رأيي بخلفة البنات وطلعت بنتيجة أنه البنت مثل الصبي. لا يا سيدي، البنت ممكن تكاسر الشاب وتطلع أجدع منه، وبناتك يا أبو حسيبي بألف رجال. والله وأنا مثلك تفاجأت باللي عملوه بناتي بفترة مرضي، بس ولا مرة كان عندي شك، وكنت على يقين إنه أنا إذا وقعت هنن رح يشيلوني. ومثل ما قلت لك يا أبو فوزي، البنات نعمة وبحياتهم ما كانوا نقمة. إيه والله نعمة يا أبو حسيبي،
وان شاء الله يا رب هيك يبعث لهم ولاد الحلال. اخي ابو فوزي جاي وطمعان بالقرب منا. مش ما بتعرف يا ابو حسيبي، والله بعد ما شفت بناتك والسبع تنعام والنعم من هيك تربي، والله اشتهيت يكون عندي بنت. والنعم منك يا ابو فوزي، انت اصيل. مشان هيك معيتك ومعيت شيخنا، مثل ما بتعرف عندي شابين على وش جواز، بدنا هالبنتين اللي عندك لهالشابين اللي عندي. بقى شو ولد؟ شو علي؟ والله قدم اللي فيه خير، والله قدرهم كمان يعوضوك عن الشيء اللي حرمك يا رب العالمين. ومثل ما قلت لك يا ابو فوزي، البنات نعمه، نعمه كثير كبيره. ايه والله طلعوا نعمه والنعمه. يعني نقرا الفاتحه؟ يلا بسم الله. يلا بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. لا والله واثقين من حالكم كثير انه رح تقضوا عندي طول بالشهر الفضيل، ما هيك؟ وجايبين اواعيكم وجايين. ايش بنا يا مو؟ يعني قلنا لحالنا بنسليك هالشهر، ايه هو شهر واحد ما بنسليك ولا ساعة ولا دقيقة ولا ثانية، عم تفهم؟ يلا درمل انت ومرتك من هون، يلا انقلعوا انقلعوا. ليش يا مرت عمي؟ ليش والله نحن بنحبك كثير كثير كثير، من صمصوم قلبنا وحابين نفطر ونتسحر سوا. ايوه توبري قلبي شو بريئه، العين تطقك. لك حبيبتي انا بجلالة قدري واعوذ بالله من كلمة انا اللي بحب السهرات والقعدات واللمات، بس انت وجوزك لا لا تحلموا. ايه مرحبا يا بي، شلونك يا بي؟ الله يسعد لي اوقاتك، الله يسعد لي مساك، يسعد لي اوقاتك الهي، الله لا يحرمنا. ولا هلا عم تتحامى بابوك؟ انا اصلا من اول ما جوزته لهلا هو مقطوع هيك على ظهره، هيك ولا حركه. ها وماله مروه يحكي. طيب يعني يا عمرت عمي هاد ابنك ما معه مصاري، طيب منين بدنا نفطر ونتغدى ونتعشى؟ والله كثير جوعانه. ايوه كثير جوعانه. ايوه والله. ايوه والله تقبريني، مو مشكلتي، مو كله منه من كسله وتنبلته. يلا انقلعوا يلا. لك يا مو شو بدي اقول لك، يعني ما في شغل بالسوق، ما في شغل. ايه لا امبلا في شغل، بس الناس ما عم ترضى تشغلك. ليش؟ من تنبلتك وكسلك، بدك اياه على البارد المستريح. لك انا يعني هلا بفهم من حكيك انه ما بدك تستقبلينا؟ ولك لا لا ما مبين انه انا عم قلقكم تقليه؟ لا يا مرت عمي، يا مرت عمي مشان الله، كرمال الله أمانة الله، يا مرت عمي مشان الله تحبي الله، بس كم يوم بس كم يوم والله، بس لحتى ندبر امورنا. يا مرت عمي الله يوفقك، الله يخليك، الله يخليك. سدي بوزك ولا حلزونه يا وخمه يا نتنه، شفتك اصلا برمضان الماضي تاكلي 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 وتكبي حواليكي، ولك كاسه المي ما جليتيها. يلا نقلو يلا 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 يلا. لك امشي انت وياه، ما في عيونكم. لك يلا يلا حبيبتي يلا، شيلي هالبقج من حيني. اخ ما بعرف شلون بتحبله. شيلي يا حلزونه شيلي، يلا يلا امشوا. خاطرك يا ابي خاطرك. عجبك هيك؟ هي تقلعنا؟ لا والله ما عجبني، قسما بالله لو كان عندي حيل وابي عنده حيل كنت حرضته على امي يقوم ويطرق هذاك الكف ويخليها تبرم مثل الصياح. ضحكتني ابوه؟ هلا ما لقيت غير ابوه؟ ليه هو له حيل يقوم من مكانه؟ ابي ما له حيل يقوم من محله غير بسببين، الاول اذا كان محصون كثير وبده يروح على الششمه ولو بيطلع من ايده بيساويها بثيابه ما بيقول لا، والثاني اذا كان جوعان كثير. دور قلبي. تعرف شو؟ شو؟ انا بحمد ربي وبشكره كل يوم شي 6 7 8 9 10 مرات بس لانه ما طلعت مثل ابوك. تقبريني زقرت وبعجبك انا ولو امشي قدامي امشي. ابن عمي ايه والله انت مو زقر، تحمل لك شي باجا عمي والله طقوا خواصري. لا مالي يضرب جوز عيونك، انا رجال ولي حملي، مالي شايفتيني عم طح مثل البغله؟ امشي. يا خلال
خلان. مرحبا عمي. ليش ياك؟ سلم على ابوك. ابن عمي. شو مشان الفطور اليوم؟ عند مين بدنا ناكل؟ اجو بعرفني. يا ابن عمي اهلك قلعونا واهلي كمان مقلعيننا، قال شو؟ لان نحن روح قلبنا نسلو. لا لا العب على هالتهمه الباطله. هلا المهم قل لي شو بدنا ناكل اليوم؟ والله انا كثير جوعانه. خلص لا تاكلي هم، هلا بس يأذن المغرب نشرب لنا كاسة مي بيمشي الحال. ايه لا بقى، هي ما عادت عيشة منوب. لا ما ولك إلك حيل تعيطي علي العم اللي يضرب جوز عيوني. طقيت لك، طقيت منك ومن كرشك ومن برادة دمك ومن العيشة معك. لك روح دور على شي شغلة تشتغلها. لا ما لا عم تعيط علي كمان. بعيط لما بدها القصة توصل لبطني، بعيط طبعا وبيطلع لي كمان انياب مو بس لسان. ايه والله لاشلك انيابك يا سرنوي. ولك عم بتعيط علي؟ لكن لو ما في هالكرش بيني وبينك كنت ابهرتك في ارضك. لا عم يضرب ولك صار لك لسان. لا عم لك بعد ايدك جعله والله. لك مو عيب عليك، عدت لنا الحربي والدنيا رمضان. لك شباب عم يضربني لانه ما عندنا لقمه الزهره، ما لا على الفطور ولا على السحور. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عمي باذن الله اليوم فطوركم عندي. لا لا ابو العزنا ما حلوه، ما 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 بدنا نعذبكم. لا عمي عذبنا وعلي الطلاق بالثلاثة من مرضي، إذا ما بتجوا لا طلق أنا أم العز. لا لا كل شيء إلا خربان البيوت، أم العز أختنا وغالية علينا، كل شيء إلا تطلب يا هشام الفضيل، وما دام حلفت علي يمين طلاق بالثلاثة وحياة عيونك كلمتك ما بتنزل الأرض ولا تنكسر، خلص اليوم بإذن الله على الإفطار بتلاقينا عم ندق عليكم باب البيت. هيك بدي إياك، الله يرضى عليك. أمرك عم بستناكم. اه امرك امرك لا تتاخروا. لا وحياة عيونك كلمتك غالية. وحياة عيونك اطيب كاسة تمر هندي ورسوس وليمون. الله يسلمك يا كلب. لا حتفخر لكم اوزي. ياك الله يخلي لنا اياه. يلا السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة. ان شاء الله يكونوا عاملين بقاجة بحبك. العمل يضربك. يلا شيلي قدامي. تعي تعي. ايه تقبل قلبي. يلا بتستاهل. معلي على مهلك على مهلك. انا هيدي مفطور اليوم. يا سلام يا سلام، طعمة الأوزي لهلا تحت اسناني من امبارح. يا اخي حاسس بطني وصل لحلقي. اي والله يا ابن عمي، يا هيك الفطور برمضان يا اما بلا. لك لك وكله من ورا شو؟ من ورا القتله اللي اكلتيها. شو رأيك بهالفكرة؟ كل يوم دقي بدل مرتب بس عم كذب. شو قصدك؟ يعني قصدي كل يوم قبل الإفطار بدقي قتلة برا مشان يتجمعوا علينا العالم. ايوه يعني هيك رح يلتموا علينا أهل الحارة كلهم ويحاولوا يخلصوني من بين إيديك. ايوه وشو الحجة؟ الحجة إنه أنتِ بدك تقتلي وأنا ما معي مصاري. وأكيد أكيد أكيد رح يحرفوا علينا يمين مشان نفطر عندهم. يا عيني عليكي يغبرني الثمان. لك ليش عم تضربني؟ قولك بهيمة عم نجرب عم نجرب، مو بدنا نعمل يعني هيك نكذب على العالم، يعني معقول نطلع هيك مبينين؟ ابن عمي فهمت عليك، جرب واحد ثاني. أي لك لا يا جدبي لازم يكون اعلى اعلى الصوت تلمي العالم شبكي. عيده. اخ يا جيران يا اهل الحاره عم يضربني لانه جوعانه وما عندنا شي ناكله. يخرب بيتك من حالك، انا اللي صدقتك. يا ويلي منك، علي ما علي 10 سنين رح نضل ناكل عند العالم. لك يقبرني كرشك انا. تعالي خليني اركي عليك. والله كنت جايه انا اركي عليك تقبر قلبي. يلا معلي 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 هالمره انا بركي. تستاهل على هالفكره. ايه 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 حبيتها حبيتها. ايوه يا عيني الله يرحمنا. بتعرفي عن مين ناكل؟ عند ابو عماد. ابو عماد كريم كثير باكلاته وصفرته عامره. ام عماد اكله بيطير العقل، اسالني لإلي انا. وليه قاتله بغيابي شي عمدان؟ ايه يا ابن عز انا عيش كثير بتشوف كثير. احوال الدنيا عجيبه غريبه. اي أيوة والله
معناها انت سيد راسي منتبه على يلي انا منتبه عليه بخصوص ابو دياب ومرته. لكن ما انتبهت عليه، يغزي العين، مسحوا الصفرة مسرح، اكلوا مثل الوحوش. بتصدقني انا قمت جوعان. لك يا عيب الشوم، لك يا عيب الشوم، شو هالفجعنه، شو هالشراعه. لك شو بدك تقولي، هي حال الناس اللي ما عندهم ببيتهم اكل. وليش بقى تقبرني؟ رجال طول وعرض، ليش ما عم يقدر يجيب اكل؟ طول وعرض بس عطال بطال اندبوري، كل عمره اندبوري مثل ابوه، ما خلق منطق. قال من شابه ابوه ما ظلم. قولتك تقبرني قولتك. وانا كمان سمعت لك من العالم انه لو ما مرته بتشتغل بالبيوت اي كانوا ما بيقدروا يفتحوا بيت. مزهور. يا عالم يا رب الحقوني يا عالم. رجعوا صرخوا. تعالوا، وين رايح ابن عمي؟ وين رايح؟ مالك مصلحة؟ هي شكلها صارت نصبة. والله عم تحكي مظبوط. امبارح نفس الشيء عملوا، قبل الافطار صاروا يصرخوا. عود ابن عمي عود. على هامان يا فرعون عود تقبرني عود. شو هالعالم هي؟ شو هالعالم هي؟ لك مشان ياكوا هاللقمة بيفضحوا بعضهم قدام هالحارة. شو بيعرفني الله لا يشرشحنا إلهي. لك مو حرام عليك، مو حرام عليك عم تضربها، ولك يا عيب السوء عليك، لك يا عيب السوء عليك عم تضربها، عم تضربها، ها عم تضربها، علي الحلال غير تيجي تفطر عندي اليوم. لا لا الله يخليك، ما حلو. لك لا تقول لي لا ولا بلا، بتجيب حرمتك وبتجوا لعندي، بتجوا بتفطروا عندي، سمعان ولا مو سمعان؟ سمعان؟ يا ابو حسن الله يخليك، يعني لا تحرجني، ما بدي احرجك انا. لك شو تحرجني ما تحرجني؟ ولك علي الطلاق، علي الطلاق بدك تجي، علي الطلاق بالدرعجة بدك تجي. إذا القصة فيها طلاق أختي أم حسام ما حلوة، يعني ما حلوة الطلاق بهذا الشهر الفضيل. خلاص هي بتضل أختنا وعزيزة على قلبنا وحياة عيونك وحياة الشهر الفضيل، وهو عم يقول الله أكبر على أذان المغرب تلاقينا عم ندق عليك السقاطة وجايين لعندك. لك حبيب قلبي ها هيك بدي إياك، هيك بدي إياك، لا تأخروا لا تأخروا لا تأخروا بنوب، لا تأخروا بنوب، لا تأخروا بنوب، لا تأخروا. أنا ناسي، أنا ناسي، ما ما خلي العمل يضرب جوز عيونه. شو كريم هالأبو حسن، تعي حبيبتي يرحم أبوكي، تعي جيبي لي هاي، ما بقدر طخي جيمة. إيه مو معقول، مو معقول هالأبو حسن. يلا تقبلني تعال شوفك، علم هلك علم هلك تقبلني. ياب أنا هيك ربيتك يا واطي. خير يا مو خير. شو خير؟ عم تروح تشهد عند الخلايا وعم تسلط هون وهون؟ أنا ما اضطرينا يا مرت عم مد إيدنا للناس لأن طلعوا أحسن من غير ناس. رسولي وسدي لي بوزك، أنا عم بحكي مع ابني مو معك. عم في عيونك العمى، لك مو عيب عليك ما تروح تشتغل، عيب عليك يا مو. إيش كان جاي يعني بدك جاي العالم مشان تحكي الكلمتين فبلاهن أحسن؟ خلاص ولا مو بلاهن أحسن، والله راح روح عند الجيران وقل لهم إنه أنت بلهموطي وعم تسلط أنت ومرتك عندهم، عم تفهم؟ ولك أبو سلطي عم كأنه أكلنا كف هيك على غفلة؟ طول قلبي طول بالك، شو رأيك تفوت تضربني بالعصاية بلكي بتفش خلقك من الكف ومنه اليوم ندبر فطور عند شي حدا؟ إيه إيه منيحة لأنه أبو حده كأنه هيك والله أعلم طابخينك وسامح شي فوتي لقلك. إيه الكرباج الكرباج جاهزة تقبريني؟ جاهزة جاهزة. يلا جاهزي حالك. يا سيد نوي بدك تقيلة والله لما أمي قالت عنك بزاف ما كانت غلطانة. جوعانة جوعانة تكوني عليها تكوني عليها. ليش عم تضربني؟ خلص ما حدا يمسكني ما حدا يمسكني. ليش عم تضربني بس أنا ما عدت سينا أكلها. لك يا قليلة الشر يا قليلة الناموس. والله جوعانة جوعانة كثير جوعانة. فينا بتعرفي شو؟ تعالي نروح على هديك السوق بلكي بيكون اقرب لبيت ابو شاكر. يلا امشي يلا سيدي. ايه هونيك يلا روحتي. لا خي تعي لعنا يضرب جوز عيونك مالك شايفه بطني لحلي شوي شوي. يلا على يلا عم يضرب لسه ما عملت لك شيء. هون ايه هون بدي والله جوعانة يا عالم ما عندي زين تسحروا خلص خلص اسكتي ستي حلي
بدي اختلطي بالمكتوب. تعال لازم تطفي بالمكتوب. والله لا اشرب من دمك. والله لا هزه. خلص تركوني عليها جار ابو حسان ابو العز. تركوني عليها خلص. ما راح تروح بشفاعه حدا. الله وكيلكم. قولي لي يا الادله ان شاء الله الف صحه. وانا على قلبك الادله. خلص تركوني عليها. تركوني عليها. اقطع شوي. شو يعني؟ يعني اليوم كمان رح ننام بدون فطور؟ العمل يضرب جوز عيونك. عم بتعيطي ولي علي عن جد؟ لك بدي عيط. الله لا يوفقك ان شاء الله. خلي كل الحرقة. يا بنتي بتعيط. شو عم تحكي يا ابو عرفي؟ الله يسامحك. نحن بنضل بحاجتك وكل اهل الحاره بيضلوا بحاجتك. اخ شو عم تحكي؟ شو عم تحكي يا مختار؟ انا ما عاد لي نفع بهالدكانه، ما عاد لي نفع بكل هالحاره، خاصة بعد ما اجى الحكيم مصطفى وجايب معه أدوية أجنبية، والناس إذا وجع راسها بتروح على الخستخانة بتاخذ الدواء، ومثل ما أنك شايف ما عاد في بهالدكانة غير شوية توابل وبهارات. يوكل الله يا أبو عرفي، يوكل الله شباب، أنت الخير والبركة. قليل شو عالجت ناس بأعشابك وخلطاتك وكلهم طابوا من تحت ايديك؟ قليل شو شفيت اولاد اللي كانوا نازلين لوزاته؟ الله يرضى عليك، والله انت ما بتنتسى وبتضل الخير والبركه وبنضل نحن بحاجتك يا رجل. الله الله يا دنيا، الله الله يا دنيا، بلحظه بيكون البني ادم واحد من اهم الناس لاهله وحارته. وبلحظه بصير افه هم ما حدا بيطلع فيها. شو افه هم الله يسامحها؟ انت افه اعشاب، افه اعشاب بتاخذ العقل. شو بنا؟ الله يجبر بخاطرك. شد حيلك. لك يا رجال حطيت له كمادات، حطيت له بس الحراره ما عم تنزل معندي. خلاص انا رح اروح على الدكان اعمل له خلطه من الاعشاب اللي عندي هنيك، وان شاء الله بيشربهم بيقوم مثل الحصان. لا دخيلك، بوس ايدك يا ابو عرفه بلا هالخلطه هلا. انا رايي تحكي مع الحكيم مصطفى، خليه يجي منا بيفحصه ومنا بيعطيه دواء، هيك اضمن واسلم. أمينة، حتى أنت ما عاد توثقي بوصفاتي وخلطاتي، لك حتى أنت صرت تشوفي الحكيم مصطفى أضمن وأسرع. يا ابن عمي مشان الله لا تأخذني، مشان الله لا تأخذني، كل أهل الحارة عم يحكوا قديش الحكيم شاطر وقديش دواء ما بيخيب، والغريب يتعلق بهالشي يا ابن عمي. اسمعي لقلك، أنا رايح على دكانتي لجيب الخلطات والوصفات اللي صار لي سنين وأنا بتعامل معها وشربها لابني. وإذا بدك الحكيم مصطفى روحي جيبيه، روحي جيبيه لحالك. ولك أهلين بعمي أبو عرفة، لك الله يخلينا إياك يا رب ولا يحرمنا منك. بعتتني لعندك الحرمة، قال جاي أخذ من عندك شوية بهارات وطاير عقله فيهم، عم يطلعوا بالأكل شو طيبين، فهيك بماعيتك عمي أبو عرفة، بدنا يعني نفس اللي أخذته للحرمة. هاي أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك، جبرت بخاطري بهالأيام الفضيلة. الله يسلمك، على راسي يا عمي أبو عرفة، بيخلينا إياك يا رب. سلام. تفضل. الله يسلم اليدين ويزيد فضلك. لك الله، لك شو هالريحة البهارات الحلوة هي، مثل ريحتك الحلوة والأصيلة عمي أبو عرفة. أهلا وسهلا. خير عمي أبو عرفة؟ شايفك مو على بعضك، احكي لي فيك شيء؟ والله يا عمي يا فيصل أنا صاير فيني مثل الأرسوس اللي عم تبيعه أنت. بيجي الشهر الفضيل الناس بتصير تدور عليه بالشوارع والحواري. وما بيعود حدا بيقدر يقعد على السفرة تبعه بدون ما يكون فيها رسوس. ولما بينتهي شهر رمضان خلص بحوا ما عاد حدا يتذكره. هيك صاير فينا ومثل ما انك شايف الدكانة ما عاد فيها غير شوية بهارات وشوية صابون وحرتي من النوع. خلص لا حول ولا قوة إلا بالله. والله معك حق يا عمي أبو عرفة، معك حق بكل كلمة عم بتقولها. والعرسوس الناس مثل ما قلت ما بتستغني عنه. ليه؟ لأنه الناس متمسكة بعادات جدودنا، وإذا حطوا صفرة وما كان فيها عرسوس إيه لا بياكلوا ولا بيشربوا،
وانت عمي ابو عرفه بتضلك اصيل وما حدا بينساك ولك كل ذكرى ببيت بهالحاره فايت عليها ومداوي فيها. الله يجبر بخاطرك يا عمي يا فيصل. يلا على اذنك دير بالك على حالك ولا تفكر كثير. ما حسبتني. يعلمونك شفتي يا أمينة؟ شفتي الخلطة اللي جبت له إياها للصبي شلون عطيت نتيجة؟ خليته عال العال. بس الخلطة ما جابت نتيجة بسرعة يا أبو عرفة. يعني شو قصدك؟ أنا ما فهمت. اسمع يا أبو عرفة، أنا كان فيني ما أقول لك، بس أنا ما بدي أكذب عليك، ما بدي أكذب عليك. دنيا صيام ودنيا رمضان. أنا الخلطة اللي عطيتني إياها مفعولة كتير بطيء، ما قدرت اتحمل، ما قدرت. انا ام قلبي مشرشح، رحت لعند الحكيم وشرحت له وضع هيك ابني، قام اعطاني دواء نزلت حرارته فورا عليه فضل من الله. ها يعني رحتي لعند الحكيم مصطفى وجبتي الدواء من عنده؟ هيك بكل بساطة كسرتي كلمتي وزليتيني عنده واعطيتيه احساس انه دواء احسن من خلطاتي. الضنا غالي يا ابو عرف، الضنا غالي. انا رحت هيك بدون ما احس، بدون ما احس بشي ولا اعرف شي. انا بس بدي ابني يطيب ويرجع لعندي، والله العظيم. انقلع من وشي امينه، انقلع من وشي. كمان هذا ابني، انقلع من وشي. يلا شوف رزقي عم يتسرب من بين ايدي وضلني ساكت، وانا رح شوف واحد عم ياخذ محلي وانا ساكت ما عم بحكي ولا حرف. لو شو قال عم شبه حالي بدار السوس، دار السوس بيتذكرون ناس كل سنه شهر، شهر برمضان. انا مين بده يتذكرني؟ ما رح اخطر على بال حدا. دار السوس صحيح، نعم شلون ما خطرت على بالي هالفكره من قبل. دار السوس بالايام موجود بكل بيت وعلى كل سفره رمضانيه، وكل اهل الحاره بيشتروه من عند فيصل بياع دار السوس. اي والله والله لا اتحكم بالكل وخليهم كلهم يرجعوا لي ويترجوني لاعطيهم خلطة تشفيهم. والله هلا ما عاد حدا راح لعند الحكيم، قلو بيجي لعندي لياخذ الخلطة ليصح ويطيب. والله وزبطت معك يا ابو عرفة ورجعت الهيبة، رجعت. خليني بقى اشوف شطارتك يا حكيم. لك قليلي قليلي، شلون غفلك الولد وطلع برات البيت على الحارة وشرب عرق السوس شلون؟ لك يا ابن الحلال افتكرته راح معك وانا عم طب الصفرة، ما لقيته، ما لقيته بعد شوي الا راجع وحاطط ايده على بطنه وعم يصرخوا لي. بعدين انت ليش متاكد انه الوجع من العرق السوس؟ لانه ما في شيء بيخلي الولد يتسمم الا عرق الضرابي، عرق السوس. وبعدين يا ابو عرفه، هي الولد صار له 3 ساعات عم يتالم والخلطه تبعك ما عطت مفعول. خلينا ناخده عند الحكيم، ببوس ايدك، الولد ماني قدران اشوفه عم يتوجع. لك يا امينه طولي بالك شويه، هاي الخلطه اعطيتها لكل الناس بالحاره، كلهم شفيو الا ابني، طولي بالك، طولي بالك شوي. انا ما عاد فيي اصبر، ما عاد فيي اصبر. الولد تعبان ومريض وماني قدرانه انا اصبر، انا ام. مشان الله ببوس ايدك، اذا انت ما بدك تاخده لعند الحكيم، خده على استخاده، ببوس ايدك بترجاك.
لا الحمد لله، عرفه صار منيح وصحته عالي العال. الحمد لله. الحمد لله. بصراحة يا مختار، يعني أنا رح أجن واحتار. شلون الخلطة اللي أعطيتها للناس كلهم استفادوا منها وابني ما استفاد؟ بدك الحق لما ابن عمو. تفضل. احنا مو الخلطة اللي شفتنا. لما الحارة كلهم صاروا يتوجعوا واحد ورا الثاني وانتشر المرض، صرنا نسأل بعضنا أنت شو أكل وهذا اللي شو أكل؟ بنطلعنا كلياتنا شربانين عرسوس. شو شربانين؟ عرسوس. رحنا لعند فيصل لنسأله شو حاطط بالخلطة. قال أنت عامل له خلطة مشان موسم العرسوس يضل ماشي كل السنة. مزبوط الحكي يا أبو عرفة لما مو مزبوط؟ زلي براسك. ومنعرفك بالفترة الأخيرة أنك متضايق من الحكيم لأنه عم يتدخل بحياة الناس، شلون عايشة شو عم تاكل، وعم يعالجهم للعالم. فعرفنا أنك أنت عامل غلطة هي مشان معدتنا توجعنا، نجي لعندك وأنت تعمل الخلطة يلي طيبنا، فما حبينا نكسر بخاطرك وجينا لعندك وأخذنا الخلطة. إمنا ما استفدنا شيء، استفدنا على شو؟ على دواء الحكيم. مشان هيك ابنك ما استفاد الا على دواء الحكيم. الحقيقه يا مختار، يعني انا كنت عم حاول نرجع الهيبه للطب العربي، هذا طب الاباء والاجداد. يعني اكثر اوقات ورجعت انا الهيبه. اسمعني عمي ابو عرفه، اسمعني منيح. الطب العربي هو طب اصيل وعريق، ولولا نحن ما كنا وصلنا لهون. بس الدنيا عم تتطور، في كتير أمراض الطب العربي ما بيقدر يعالجها، بس بالعلم اللي نحن واصلين له تأكد إنه منقدر، وفوق كل ذي علم عليم. بالنهاية نحن ما عم ننافس بعض، نحن وإنتو بنفس الزاوية، نحن لخدمة هي الناس. فالله يخليك، افتح قلبك لإلنا وصدقني ما بتكون غير رضيان. لا تزعل أبو عرفة، لا تزعل، يضل في لك دور بحياتنا. يعني جيب لنا شوية زهورات. ألف الحمد لله رب العالمين. شهر فضيل، شهر فضيل، الله يكرمنا فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك شو جابك حتى لهون ولا؟ ها؟ يا ويلك يا سواديلك، لما بيقدر المغرب شوفك بغلقتي تقعد تفطر معي ويسد لي نفسي. 100 مرة قلت لك لا تيجي تقعد لما بكون انا قاعد، عم تفهم ولا؟ لعنة الله عليك، مو انا صايم كل النهار جوعان وعطشان واجي افطر بغلقتك؟ لك يا زهرة، يا زهرة. تعي لهون. جيت. شو جابوا هاتوا على بغلتي؟ والله هو ما بيعرف انه ما لازم يقعد معك. قوم امي قوم هلا باخذه. قوم تقبر. وينك؟ بتنزلي لتحت، ولما بيقدر المغرب بتحطيه بالمطبخ، خليه يتزهرب بالمطبخ، وبتجيبي الاكل وبتجيبي الافطار انا وياكي. يلا الى بغلتي ولا؟ لا 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 عبد الله عليك، واحد اجدب. شو هالبلمه اللي بنيت فيها؟ استغفر الله العظيم يا ربي واتوب اليك. الله يتقبل الصيام نرجاه. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايش
لا تزعل يا أمي، لا تزعل. أنا بعرف إنك قاسيت من الظلم كتير كتير، بس والله لو ما تسكرت كل أبواب الدنيا بوشي ما تجوزت عمك أبو حمدي، ما تجوزته ولا خليته يتمقطع فيي وفيك. بس معلش يا أمي، معلش، الله بيعيننا، وهذا امتحان لنا حتى نصبر ونرضى وتكون ثقتنا برب العالمين كبير. والله أمي ما ببعت لك الخير. بديك يا أمي تحط هالشي ببالك، لا تنسى الله رح يبعث لنا الخير، وأنا واثقة برب العالمين إنه ما رح يبعث إلا الخير. دخيل اسمك يا ربي، دخيل اسمك يا ربي، تخلي لي الطفل يا رب. شو يا شيخ عبد العليم، يا كبيرنا يا قدوتنا يلي عقلك بيوزع فهم على كل الحارة، عم تحطلي عقلك الكبير بعقل هالولد الصغير؟ بعدين ابني من رب العالمين اختبار لحتى يختبر صبره، هذا امتحان. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ابنك مو بامتحان يا زهرة، ابنك واحد أجدب. ابني مو أجدب، ابني أكل ضربة على رأسه. بعدين من واجبنا نحفظ كلام كتاب الله تعالى، واللي مثل حالة ابني هو صدق وإحسان، واللي عندكم الصيام الصوم عن الأكل والشرب بس يا شيخ. لك شو عم تحكي انت؟ لك شو عم تخبصي؟ احترمي حالك، هذا الشيخ الحارة وكبيرة. إذا كل هالقد قلبك واجع عليه احفظي ماء وشك وخديه، ولا بقى تبعتي لنا إياه على الكتاب، أحسن إلك وإنا. يلا أختي يلا. تركها تركها شيخي تركها، أصلا مثل ما بيقول مثل قال القرد بعين أمه غزال. استغفر الله. تعطل شيخي. يا هي بالشو، الحمد لله رب العالمين. يا هي بالشو، الحمد لله رب العالمين. يا ويلكم من الله، يا ويلكم. امشي امي، امشي امي. ما عدي كان ناقصنا شيخ. فوت فوت لنكمل احلام. والله سمت لي بدني، معلش فوت شيخي يلا فوت. آخ يا أختي، آخ آخ، أنا مو حارق قلبي إلا ابني عزه، لا له فوتي ولا له طلع، وإذا طلع على الشارع الناس وأهل الحارة كلهم بيتمسخروا عليه، وهو ما بيعرف يعلى على قلبي يرد الأذى عن نفسه، ما بيعرف، ما بيعرف يدافع عن نفسه. وأنا والله يا أختي ماني عارفانة شو أعمل، مو طالع بإيدي شي. والله ما بعرف شو بدي قلك، بس يا أختي يعني ما تعودتي على هالشي؟ آخ يا أختي والله ما حدا بيتعود على الظلم، ما حدا بيتعود على الظلم. عم قول لحالي أختي شو رأيك تاخديه لعندك كم يوم، بيلعب مع أولادك وبيتسلقك، في مين ياخده يعطي معه، تقبري عيوني. والله ما بعرف شو بدي قلك، بس يعني جوزي مسعود ما شوفوا جوزك مسعود، بصراحة مسعود مانع أولاده يلعبوا مع ابنك، ما بده ياهون يختلطوا معه مشان ما يصيروا يعملوا نفس حركاته ويحكوا مثله ويتصرفوا مثله. أنا
بدي استعذر منك، عزه ما بقدر بحلق له، شنو بيضل يحوس هيك وهيك، يعني الحلاقة ما رح تزبط، وشيت انه توقفي جنبي وتكمشيني اياه انا عم بحلق له، هي بتصير فضيحة بالحارة فضيحة. لك يا ابن الحلال دنيا عيد، وانا بدي احلق له مثله مثل بقية الاولاد، إذا كان على هيك انه انا ما فوت لجوا، أنا بوقف هون، أنت بس حلق له. لك أنت ما بتفهمي علي، ما بتزبط معي احلق له، بعدين لك انا ليش جدبان ما بحلق، يلا اختي يلا بدي تسبب، يلا الله معكم الله معكم احطوا. خلص انا بحلقك، امشي امشي يا عمري امشي. لك يا برني هالوش باحلى، يا روح امه يا عيون امه، لك تقبر قلبي شوف حبك، حبك كثير. يا زهراء لك انت ما عندك فيه ايش ساعتك واقف بخريتي؟ روحوا لا لك انت ما عندك فيه. شلون بتبقى لنا شيخ عبد العليم قدام اهل الحاره؟ وفوق منها بتزلي حالك بتزليني، بتاخذي لها هذا العجل عند حلاق ابو سمير؟ لك انا مو يتبرع بتزلك، ما بتطلعي برات الحاره؟ لك انت ما بتفهمي؟ انا ابني مانو مشوه ولا حتى خبي مانو مشوه. لك عم تنتي وشك كمان خصبة بالله لابو رمضان، انا شبعت يا بدل. تعال هون ولا اكل، تعال هون نقطعله تعال هون. وينك؟ خليك اتركه. وينك؟ أنا ما عاد عندي قدرة أصرف عليك وعليه، صرف ما عاد فيه لا عليك ولا عليه، هذا العجل ما له قعدة بالبيت عم تفهمي؟ وينك؟ إذا بتلحقي ما لك رجع على البيت. حرام عليك، لك اتركه. لك اتركه. لك اتركه. بوس إيديك، بوس إيديك. ابنك يا ست زهرة الله يحمي لك ياه ويخلي لك ياه، كان ماشي بالحارة. وابني كان راكب ومو منتبه على الطريق، بيجي حنتور بده يعبي فيه وش بوش، بس الله يحمي لك يا هالشب الشام القبضاي، بيحمله وبيزده برات الطريق مشان يحميه. ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. ألف الحمد لله على سلامته لابنك، ونحن الحقيقة ربيناه نعزه، ربيناه على الشهامة والعزة والكرامة، مشان هيك طلع معه هذا الموقف. هيك تربيتنا يا باشا. عفوا عفوا يا باشا، انت بتعرف وين ابني؟ نحن صرنا ثلاث ايام ما بعرف عنه انا شيء، انت بتعرف وين ابني؟ لا تاكليام لا تخافي، ابني صار له ثلاث ايام بالخستخانه، هو بصراحه كان فائد الوعي وهلا الحمد لله صحصح وعرفنا وين ومين عيلته، ودني وجيت على البيت بذات نفسي. عفوا يا باشا عفوا، انت متاكد انه ابني هو اللي قال اسمه؟ هو اللي دلك على طريق البيت؟ بوس ايدك يا باشا تلي. مو انت الست زهرة؟ ومو ابنك عزو؟ وعمو ابو حمدي؟ لهيك أنا جاي أقول لك كلمتين، أنا متكفل بابنك بعلاجه ودراسته وبجوازته طالما هالنفس عم يطلع وينزل بإذن الله. هذا هو شيء غريب عنك أبدا يا باشا، أنت من أهل الجود والكرم، الله يعلي مراتك ويرزقك بجاه لا إله إلا الله. الله يخلينا ياك يا أبو حمدي، وهذا وعد بتاخذيه مني بإذن الله. يا الله قاعدين يا باشا. بيت عامل. الله معك، مع السلامة. شرفت يا باشا، شرفت يا باشا. يا عيون اليوم تذكري لما كنت صغير. أنا اللي بتذكر يا تقبرني، وقت حطيت راسي على حضنك وقلتي لي إنه ما في غير هذا القلب هو اللي رح يحضنك ويضل معك.
وأنا بوقتها فكرت بكلامك كثير منيح وعرفت عن شو كنتي عم تحكي. أنا كنت أحياناً بتمنى الموت بسبب نطقي، بسبب نطقي اللي كان وقت وقعت على رأسي يلي قواني اني لازم اعيش وما استسلم لا اسأل على حدا. كلامك يا ابو قلت لازم اعيش كرمالك كرمال قلبك. انا صدقيني ما كنت زعلان على نطقي، أنا كنت زعلان رفقاتي بالحارة وأهل الحارة كلهم كيف كانوا يعاملوني بأسوأ بتشمئزوا النطقي. لا حدا يحبني ولا حدا يطلع فيني. أنا بحبك يا أمي، أنا بحبك. عارف يا مو بعرف هذا اللي كان مقويني، قلبك اللي عايش كرمالي. بس أنا اللي تفاجأت في يامه إنه بعد ما كفني الباشا وقال إنه عزه خلص هو عندي واشتغل عندي، كيف أهل الحارة تغيروا ونسيوا هذا الولد يلي كانوا يشمئزوا منه ويتمالسوا عليه ويقلعوه يهون ويهيلوا. يا للي عليك يا أمي. وصاروا يحترموه ويحبوه. وقديش الناس أنانية ومصلحجية بتحب حالها. صح. بس أنا اللي عرفته من هالدنيا كلها ما في غير قلبك، قلبك وتعبك وشاكي اللي خلاني عايش لهلا وصلني لهالمرحلة اللي أنا فيها.